السلام عليكم، معكم فنان الكوميديا عبد الهادي البنين، تحية الأنفاس بريس. لا أنا ما غيبش، أنا كاين، أنا موجود، أنا موجود، خصك غير يعيطوا لي أنا بري. وداك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى، الأرزاق إلا كتب لي الرزق مع شي منتج ومخرج غادي يعيط لي، ولا ما كتبش ما غادي يعيش لي. لا دابا اشتغلت مؤخرا في واحد الوصلة إشهارية ديال الفلاحة، وكنشتغل حاليا في مداولة، وكان بريباري واحد العمل المسرحي ديالي وان مان شو سميتو بوفردة، وكنشتغل على قناة اليوتيوب، القناة ديالي اللي سميتها الهادي البنين، وتانا ما عرفتش السبب. تانا ما عرفتش علاش ما كيعيطوش. لا بالعكس، المداولة هي مدرسة كبيرة كنتكونوا فيها، هي بحال معهد كنقراو فيه المسرح وكنقراو فيه التمثيل، لأن كل حلقة فيها شخصية مخالفة على الشخصية الأخرى، المستوى ديالها طالع بزاف، التمثيل ديالها في مستوى، الرسائل اللي كتوجه للجمهور رسائل هادفة، وكنتمنى المخرج الآخر حتى هما يبداو يعيطوا لنا نشتغلوا معاهم إن شاء الله، نحمروا لي وجههم غير يعيطوا علينا. والجائحة دوزناها كما كيدوزوها كاع الناس بالدعاء، بعدا كندعيو باش الله يرفع عنا هذا الوباء هذا، كنلتزموا بالتعليمات اللي تعطاتنا ديال الكمامات، التعقيم الى اخره، وكنمشيو نتسخروا بجريه ونرجعوا بجريه، ما كنتعطلوش في الزنقه، ما كنتجمعوش، كنديروا التباعد، ومني كنرجعوا لدارنا كنقراو شويه، نكتبوا شويه، نفكروا شي شويه، وكنطلبوا الله ان شاء الله بهذا التلقيح اللي غادي يكون دابا، نطلبوا الله باش يرفع لنا هذا الوباء هذا. وكان من هذا المنبر نقول للمغاربه ديروا التلقيح لانه في المصلحه ديالنا. ولكل عامل اجر، زعما الاعمال كل واحد النظره ديالو كيفاش كيشوف، كاين اللي كتعجبو كاين اللي ما تعجبوش. انا الاعمال كلها كتعجبني، كلها كنحيي جميع الفنانين الاصدقاء، كلهم اصدقاء ديالي، كنحييهم وكنقول لهم مزيدا من التالق والنجاح. وباش عالم اليوتيوب هو كيخلي قريب، لان دابا خصك تعرف واحد القضيه، الجمهور اغلبيه ديال الشباب ما بقاش الوقت باش يبقى يمشي لدارهم ويبقى يحضي شي سلسله تجي ويتفرج ويبرك وداك الشيء، ما بقاش، ولا هذا الهاتف شاغل الناس بزاف، كتلقى واحد غادي في قهوه في الزنقه كيشوف الهاتف، ملي كيشوف الهاتف كيدخل هذيك القناه ديال اليوتيوب. اذا حنا ندخلوا ليها باش نبقاو على علاقه مع هذا الجمهور، هذا جمهور واسع. تحية للجمهور، كنحييكم وكنبغيكم، كنقول لكم تبارك الله عليكم، ونطلبوا الله باش تكونوا دائما عند حسن ظنكم، لانكم بلا بكم نتوما راه حنا ما كاينينش. تحية للجمهور.